والله احنا ضد التحريض التركي، يعني محرضوا في الشباب للهجرة يعني ترك البلاد في نفسه وضرب المعاهدات الليبية اليونانية، لأن ليبيا واليونان بيناتنا معاهدات وفي اتفاقية المصرية اليونانية، وهذا يضغط على الشباب لكي يعني يسيبوا بلاده، والمفروض على الشاب الليبي يعني ما يسيبش بلاده، أن تسيب بلادك تعيش من غير كرامة. أنا كشاب ليبي طبعا ضد التحريض الجيش الإلكتروني التركي على الهجرة اليونان أو غير اليونان. أنا طبعا قبل كل شيء ضد ترك الوطن، لأن ما تعبوش أجداد وما ماتوش شهداء وتقطع أطراف يعني وترمل النساء عشان يجي في نص الطريق ويسيب بلاده، والبلاد حاليا محتاجة للشباب قبل كل شيء. فيها موضوع نسمعه فيه كثرة الفترة هذه اللي هي تحريض الشباب الليبي للهجرة اليونان. طبعا هذا يتم عن طريق بث سموم من الإعلام التركي من أجل ضرب المعاهدات الليبية اليونانية، والغرض منه غرض سياسي. فنتمنى من الشباب أن ما يستمعوش للإشاعات هذينا ويصب الوطن وليبيا في أمس الحاجة للشباب فترة. نحن ضد السموم اللي تبث فيه دولة تركيا وقطر اللي شاع اللي دزوا فيها شور الليبية هنا عشان نهجر شور اليونان، والكلام هذا مفيش منه بالكل، ونحن قاعدين في أرضنا أرض أجدادنا حربنا عليها من قبل وتوا ونحاربوا عليهم، حنطردوا الأتراك والمرتزقة السوريين اللي جايبوا مردوغان وغيره. نسمع في هذه الآونة عن ما تبثه المخابرات التركية على التواصل الاجتماعي عن هجرة الشباب الليبي إلى اليونان، وهذه أخبار عارية عن الصحة، وهذا دليل على أن تركيا تحارب ليبيا واليونان، لأن هذه الهجرة التي غير صحيحة أصلا ضد المعاهدة المائية ما بين اليونان وما بين مصر والشباب العربي الليبي. نرفض الإشاعات المغرضة من الجيش التركي أن الشباب الليبي يهاجر لليونان ودير في هجرة غير شرعية. نحن نرفض إن شاء الله، وإن شاء الله الشباب موجودين في أعمالهم في أشغالهم، وفي اللي يعمل حرة وفي اللي يشتغل في الدولة، ووضع إن شاء الله وضع الشباب مستقر إن شاء الله.